السلام عليكم. عارفة ان احنا بقالنا كتير ما عملناش فيديوهات طبخ او وصفات. المرة دي عاملة لكم وصفة لمشروب او حاجة بتتحط في المشاريب اللي هي التابيوكا. دلوقتي دي اسمها تابيوكا بول، او ده المنتج اللي انا استخدمته. للأسف أنا حاولت أدور على اللي هي التابيوكا بول اللي هي البلاك، بس اتضح إن هو الانجريدينت هي واحدة. المنتج ده بيجي المنتج ده يا إما من تايلاند يا إما من تايوان. المهم إن هو بيتعمل بيه حلا أو حلويات يعني آسيوية. بيستخدموه في مشروب اللي هو تي اسمه بابل تي. طبعا اللي موجود معايا هنا دلوقتي انا بس اللي بعمله ان انا بغليها على النار علشان تستوي. دي بس ميه ما فيهاش اي حاجه، وحطيت فيها التابيوكا بول. اللون البامبي دوت نازل من التابيوكا نفسها، لان هم بيلونوها بالوان طعام. هتلاقوا فيها الوان بامبي واحمر واخضر واصفر واسود. عادة البابل تي ده بيتعمل بالبوبا اللي هي بتبقى سودة. عايزة اعملها لكم مرة من ال يعني بال بالنشا بتاع التابيوكا. في حاجة مهمة برضو، انا عمالة اقول لكم تابيوكا تابيوكا. ايه هي التابيوكا اصلا؟ التابيوكا ده نبات زي البطاطا والبطاطس، من النباتات الجذرية، بيبقى جذور بتتاخد وبيتعمل منها نشا ودقيق للناس اللي بتاكل جلوتين فري. لو نشوفه عن قرب كده هتلاقوا ان الكور دي بدأت تبقى شفافة من بره، والنص ابيض. الابيض ده لازم يستوي، يبقى كله شفاف ومش هياخد لون قوي، يعني اللون بتاعه مش هيبقى باين قوي، بس هيبقى برضو اللون الروز ده. وقلت لكم في الحجم بتاعها الاكبر، ده الحجم المفروض نستخدمه للبابل تي. بس ده اللون اللي عندي، يعني ده من غير لون خالص، ده لونه ابيض شفاف. ده منتج فلبيني تمام، بس المشكلة انه عايز سترو اللي هي الشفاطات تكون كبيرة واسعة. دلوقتي انا هسيبها لما تغلي، ولما تبدأ تبقى يعني جاهزة هوريها لكم وهوريكم نعمل المشروب ده ازاي. اوكي، دلوقتي ده الشكل بتاع التابيوكا بيرل او الكور بتاعت التابيوكا. طبعا حجمها كبر، مش شايفه بقت شفافه، بس مع بعض لونها اللون ده. فاحنا دلوقتي هنعمل لها سيروب او سيمبل سيروب عشان لما تحط مع الشاي. فهنا انا حطيت الطاسه بتاعتي على نار هاديه ومعايا ميه سخنه، ودي التابيوكا، ومعانا تلت كوباية سكر بني، وده نوع السكر اللي انا بستخدمه، وده حرق في ايدي بقاله فترة، مش بقاله فترة يعني بقاله اسبوع تقريبا، معلش يعني الحمد لله كنت بقلي حمام تقريبا او بحمر حمام حاجة كده الحمد لله. ده نوع السكر البني اللي انا بستخدمه. وانا لو لقيت صورة على النت الجدورة تابيوكا هوريها لكم شكلها ازاي بالظبط، اللي بيتعمل منها البيرلز دي تمام. هنحط ميه، الميه سخنه والطاسه سخنه فهتعمل كده تمام. بعدين هنحط السكر البني. انزل انزل. اوكي تمام، بسباتشولا، وهنبدأ ندوبه في المية ونسيبه لما يعلى شوية بقى، يعني يتركز قصدي، وبعدين هنحط عليه التابيوكا بتاعتنا. اقول لكم ان انا بعد ما سلقت التابيوكا دي صفيتها في المصفى دي وشطفتها، وهي انتوا هتبقى كده شكلها كده، بس هي هتبقى مفرفطة من بعضها. بعدين هنا ده بدأ يغلي، هوطي بس النار عشان ما يتحرقش. ولما توصل للقوام اللي انا عايزاه هرجع اصور لكم تاني. ما احنا شايفين كده بدأت تعمل رغاوي كتير،
فانا هوطي النار شويه وابدا احط التوبيوكا بيرلز هنا، بس مش هعرف احطها بايد واحده، فهحطها وبعدين ارجع لكم. بس هو ده القوام اللي احنا محتاجينه، ده القوام اللي احنا محتاجينه اللي هو قوام تقيل شويه. تمام، هحط البيرلز وارجع لكم. ولسه النار شغاله، المفروض يعني خلاص احنا كده نقفل النار، حتى يعني هنلاقي لونها بقى اللون الاسود اللي هو بتاع البوبا تي او البابل تي قصدي، هتاخد من اللون بتاع السكر. فالمهم ان احنا في المرحله بتاعه السكر نستخدم سكر غامق جدا، اغمق درجه. تمام، هي كده خلاص تعتبر جاهزه ان احنا نستخدمها في الايس تي او البابل تي. هنطفي النار خالص، اوكي، المفروض دي تبرد طبعا. انا هوريكم دلوقتي ازاي نعمل كوبايه من البابل تي. البابل تي عامه بيبقى شاي ساقع، فبيتحط له ايس او بيبقى كل مكوناته ساقعه. فانا هعمل معاكم النهارده ماتشا تي او ماتشا بابل تي، هوريكم هنعملها ازاي. ده نوع الماتش تي او الجرين تي اللي عندي. ممكن تستخدموا اي نوع شاي، شاي فراولة، شاي برتقان، اي نوع من انواع الشاي. انا هعمل هنا الشاي الاول وبعدين هعمل البوبة كلها في هنا في الكوباية دي، ومعانا حليب كمان. الشاي واحطه هنا واوريكم هنعمله ازاي. انا الشاي بتاعي في تي باك كده، دي مية كانت مغلية قبل كده فانا مش هحط كتير كده. دلوقتي ده الجرين تي جاهز، هشيل ده كده خالص. مش عايزة اقول لكم صعب ازاي ان انتوا تستخدموا ايد واحدة. يعني هنا هناخد البيرلز دي، هي لسه سخنه بس عشان اوري لكم. بنحط حبه في القاع بتاع الجار كده، او بقى هنبتدي نعمل كده، نخلي البيرلز دي تعمل زي افكت هنا على جدار الكوبايه. انا هحلي جرين تي ده، بس انا مش هحليه لان هنا ده فيه سكر زياده يعني. فانا هحط ادي الجرين تي بتاعي وهحط الحليب. دي النتيجه النهائيه عندنا بالشكل ده، وادي شفاطه. المفروض الشفاطه بتاعه البوبا تي بتبقى ادخن، عشان كده انا اخترت البيرلز الصغيره دي، لان الشفاطه اللي عندي زي ما انتم شايفين. وبيبقى عامل هي عامله زي التشوينج كاندي اللي هي اسمها ايه، الجيلي كولا تحت مع الشاي المثلج. في ناس ما بيستخدموش الشاي خالص وبيحطوا الحليب، انا بعملها لولادي بالحليب بس، اما بستخدم ليا انا بس احط بعمل ليا انا بالشاي، ممكن بالنسكافيه، ممكن باي حاجه انتوا، حتى بالفواكه مع الشاي، او شاي الفواكه او الهيربس تي، يعني بتقدروا تتفننوا فيها يعني. فيا رب يكون الفيديو عجبكم، يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوناش في الشير واللايك والسبسكرايب، ويا رب نكمل بقى ونرجع زي الأول في الوصفات وفي الحاجات بتاعة المطبخ. باي باي.